وين ما كنتوا مشاهدينا بدي حييكم، وقديش اليوم الإنسان عم بيفتش على شغل وقديش عم يستصعب يلاقي شغل، خصوصا إذا كان باختصاصه. فكيف إذا ناس يعني إلهم 17 و 18 و 20 سنة عم يشتغلوا بين ليلي وضحاها، بيجيون ورقة بيقولوا لهم صرفته وما عرفوا ليه. البعض منهم يمكن مش عم بيداوي، مظبوط مفروض ينعطى إنذار وينقال له إذا ما عم بتداوم لا بدك تداوم، وإلا في غيرك ممكن ياخذ الوظيفة. البعض المدير بالغلط حط لهم اسمهم، بالغلط بتأسف وبعت لهم على الواتساب يعني بالغلط حطيت اسمكم. والبعض الآخر كمان يعني بيجي بيشتغل بيعمل دوامه، ليه بده يترك؟ هذا اللي صاير بكازينو لبنان. بكل الحالات الصرف شغلة كتير صعبة، خصوصا إذا كانت لناس مداومين وعم بيقوموا بواجباتهم وبوظيفتهم على أكمل وجه، وما يكونوا ضحية ناس آخرين ملطيين بسياسيين أو نافذين وما بيجوا وبيقبضوا. شو ذنب هو بهودي؟ هلأ عنا 191 موظف مصروف بكازينو لبنان، وكلنا بنعرف هذا المرفق الوطني قديش مهم وطنياً وغيره، واليوم أكيد هني ما رح يتركوا غير ما يرجعوا على أشغالهم كباش سياسي لناس لبنانيين مفروض أنهم يشتغلوا. هيدي لقمة عايشهم، هيدي كرامتهم، إيه وين بيروحوا؟ ويلي كلنا بنعرف نحن قانون العمل، يلي ما عم يجي على شغله ما عم بيواظب أكيد طبيعي يصرف، ولكن بتمنى أنه إعادة النظر خصوصا بالناس يلي مواظبين ويلي فاعلين بأشغالهم ويلي ولا مرة تلكقوا من عملهم. معلومة. نظام السير الجديد مؤذي، ليه؟ لأنه غراماته مرتفعة، وياريت الكل بيطلعوا عليه حتى يعرفوا لما بيكونوا عم بيسوقوا قديش مهم أنه ياخدوا كل الإجراءات، لأنه الغرامات موجعة وبالوقت ذاته بيكفي من بعد الغرامة لا تدفعوها ومحكمة وغيره، يعني قصة طويلة عريضة. حبيت اليوم بمعلومتي أني أعطيكم إياها. عدم الامتثال من 300 إلى 450 ألف ليرة، السرعة من 200 إلى 300 ألف ليرة، وقوف ممنوع من 100 ألف إلى 150 ألف، مناورة من 200 إلى 300 ألف، عكس السير من 150 إلى 700 ألف، عفوا من 500 ألف إلى 700 ألف، عازل الرؤية من 200 ألف إلى 700 ألف، دون تسجيل تحجز الآلية مع دفع من بين 500 ألف و 700 ألف ليرة، إذا ما في إجازة كمان احتجاز المركبة ودفع بين المليون ل 3 ملايين ليرة، دون خوذة خصوصا للي عندهم موبيلات ولا عندهم موتو بين 300 لل 450 ألف ليرة، تكلم على الهاتف والواتساب والسلولار من 300 لل 450 ألف ليرة، عدم نقل رخصة المركبة إذا ما كانت معنا، تحجز المركبة مع دفع بين 100 لل 150 ألف ليرة لبنانية، عدم نقل إجازة السوق كمان احتجاز للمركبة والغرامة بين 100 ألف لل 150 ألف، حزام الأمان إذا مش حاطينه بدنا ندفع بين 300 لل 450 ألف، إذا مش عاملين ميكانيك تحجز المركبة ودفع الغرامة 300 ألف لل 450 ألف، إذا ما في لوحة على السيارة الاحتجاز فوري، وأكيد بدهم يدفعوا بين 500 ألف لل 700 ألف، إذا كانت رخصة السواقة منتهية الصلاحية تحجز أيضا السيارة أو أي مركبة، والدفع بيكون الغرامة من 200 ألف ل 300 ألف مع سحب الرخصة، استعمال سيارة السيارة لغير غاية 300 ألف ل 450 ألف، عدم تغطية الحمولة بغطاء مناسب تحجز ويدفع من 200 ألف ل 300 ألف، أيضا في عنا عدم يعني عدم تقديم السيارة للمعاينة الميكانيكية بالوقت المحدد، التجاوز كمان فينا نقول تحجز من 300 ل 450 ألف ليرة. يعني بفتكر عطيت صورة اليوم، بتمنى أنه يكون في اهتمام والوقت ذاته حتى ما تضيعوا وقتكم وتكونوا ضمن القانون، لأن كلنا تحت القانون. من المسؤول؟
طبعا اليوم تنظيم السير شغلة كتير أساسية، خصوصا تنظيم الآليات والسيرفيسات والباسات بالأماكن يلي كان مفروض بمشروع النقل الحضري تكون من زمان مع لون التاكسي مع مرجعيتها إلى ما هنالك. هذا مشروع يعني بطيء ولكن بطء السلحفات. شغلة تانية مع انخفاض أسعار المخروقات، أول شغلة بيتبادر إنه سيارات النقل، إذا العمومي سيارات الإجرة رح تنزل التعرفة. كلنا كنا عم نتابع من أسبوعين لليوم كل اللقاءات والاجتماعات كانت بوزارة الأشغال العامة أو بين النقابات، ولكن حتى الساعة بعد ما خلصت الاجتماعات، لأنه بعد في زيارة لوزير الداخلية وزيارة لوزير المالية وفي عدة زيارات حتى نعرف إذا تعرف رح تنزل أو لا، ولكن لدى النقابات، نقابات النقل عندهم كلمة واحدة، لا لتخفيض التعرفة، لأن هناك عناصر تانية 17 عنصر بيدخلوا على سعر تعرفة النقل غير المحروقات. مروان فياض رئيس اتحاد نقابات النقل البري، يعطيك العافية. صباح الخير ست ربيكة عليك ولمستمعينك الكرام لقصة الإذاعة. يعني المشاهدين عنا هلأ نية كلهم عم يسألوا هل في من تخفيض لتعرفة النقل أو بعد الاجتماعات مستمرة؟ وبعرف أنتو كاتحاد نقابات النقل غيبتوا عن الاجتماعات. نعم، بالنسبة للتعرفة، التعرفة بعدها لحديث الآن مثل ما هي 2000 ليرة. نعم، لأنه ما وقفت هي على موضوع المحروقات بس لا غير. نعم، لما نوصل سعر صافية البنزين ل 37500 نحن بينا على 2000 ليرة. نعم، كسائقين تاكسي بينا نتحمل العبء أعباء المواطن وأعباء الدولة وبقينا على السعر 2000 ليره، نزلت صفيحه البنزين هلا ولكن التعرفه بعدها مثل ما هي لانه في عناصر اللي كانت ب 97 تغيرت كثير وفاتت سنه 2015، يعني بمعنى كان كيلو الزيت 3000 ليره هلا صار كيلو الزيت 15000 ليره. البوجيات مثلا كانوا 4000 ليره صاروا 20000 ليره. كمان الدواليب غليت، كل شيء غلي مع غلاء المعيشة وأقساط المدارس وأقساط نقل المدارس للتلاميذ. أكثر من هيك أنه اليوم كل المواد الغذائية اللي كانت بالماضي كان كيلو العدس 1000 ليرة الصراحة 4000 ليرة، كيلو الحمص 1000 ليرة الصراحة 4000 ليرة. كل المواد الغذائية طلعت مع الألبان والأجبان، ما عم نشوف تخفيض للأسعار، العكس عم نشوف غلاء كل يوم عن يوم، والدولة قاعدة لا رقيب ولا حسيب. وقت منتجع من وزير الصناعة من يومين انه هو ما عنده سلطة على التجار وتجار المافيا يلي موجودين بالسوق، وخاصة لأسعار المواد الغذائية. هذه كلها مرتبطة مع ببعض. أكثر من هيك، نحن كسوقين كنا ندفع بالضمان بالماضي 96000 بالشهر على أساس الحد الأدنى للجود. هلا صار عم ندفع بالشهر تقريبا 296000 على اساس الحد الادنى للجور 675000، وباقي التعويضات العائليه زي ما هي مثل ما هي بالماضي، يعني هذا صار عليها ضريبه جديده. واكثر من هيك كمان، اذا انفاجئ من اسبوعين انه الماليه يلي اشتروا سيارات معفيه من الميكانيك والجمرك ورسم تسجيل بالماضي، هلا عم نتفاجئ انه الماليه عم تبعث من اوراق بالليبان بوست ليروح يدفعوا بالماليه، هي ضريبه جديده. نحن هذه كلها مرتبطه بالاسعار، تخفيض الاسعار والمواد الغذائيه، ولن نقبل اليوم من بعد اليوم نحن ام الصبي، لن نقبل ان حدا يغيبنا عن اي اجتماع او ياخذ قرار نحن مش موجودين. على كل حال نقيب، يعني قرارك انت يعني مثل قرار بقيه الاتحادات لا تختلف اطلاقا، يعني كلكم عندكم نفس الراي، ولكن للاسف ما بعرف ليه غيبوكم كاتحاد. هيدي ما بعرف ليه، مع انه انتم ضمن القانون ومنتسبين. نحن تحت العمود ربيكا. انا بدي وجه لك تحيه، انا غير معني باي اجتماع مش موجود فيه، واي قرار بيتاخذ مع الوزير النقل والاتحادات الباقوي انا غير معني فيه نهائيا وكليا. نحن قرارنا سليم، قرارنا واضح، نحن تحت القانون، ولكن ما بنسمع لحدا يدق بلمه شوفير التاكسي لا 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 بالنهار ولا بالليل. شوفير التاكسي عم يشتغل 12 ساعه، أقل شيء 12 ساعة لحتى ياخذ لقمة خبز لعائلته، يقدر يعيش، يقدر يدفع جامعة مثله مثل بقية المواطن اللبناني. نحن شريحة كبيرة من الشعب اللبناني، نحن مش بعاد عن الشعب اللبناني، ونحن ملتزمين بالقانون، ولكن عندنا حقوق بدنا إياها من الدولة، شرف الدولة تعطينا حقوقنا، ونحن ما عندنا أي مشكلة مستعدين ننزل تعرفة أقل من 1500 ليرة كمان. عندنا عمال أجانب وخاصة السوريين منهم الذين يعملون دون وجه حق،
وين تطبيق القانون؟ طب معلش يا نقيب معلش، يعني الاجانب اللي عم بيسوق ان كان على الشاحنات اللبنانيه او على السيارات العموميه او الاجره، طيب ما هيدي اللبنانيين عم بيشغلوهم، وين الدوله ما توقفهم؟ نحن عملنا اليه مع ساعات لواء مضبوط. نعم هي الاليه المدير العام سياره عموميه او تاكسي او ميكروباص او اوتوبيس او شحن او صاريخ. نعم يشتغل عليها سوري وتنحجر. صار اليوم مع قوى الامن الداخلي بدها تطلق الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ليتم ايقاف وايقاف على المالك عن الاستفاده من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. هذا اجهزه عملناه كثير مهم من تاريخ تاسيس الدوله اللبنانيه لحد الان، وهلا عم يتابعوه بالضمان الاجتماعي. عظيم. بلش يحولوا على التفتيش. يعني هيدي خطوه من الخطوات. عندي خطوه كثير ممتازه. عظيم. شغله ثانيه نقيب، بعرف انه نحن من فتره ما واكبناكم لتنظيم المواقف على الدوره. نعم. وصار ومشكوره ساعات القائم مقام وامر الفصيل وانتم كنيابات مع مديريه العامه للنقل انه امنت لكم على خط سكه الحديد وتزفتت وتابعنا القضيه، واليوم طلبتوا من كل الباصات انه تتسجل حتى تعرفوا العدد لتنظيم وصولها وجودها وما تعود عامله هالاشكال على الدوره قدام المصارف وقدام الشركات وهيدا. شو صار؟ نعم. يعني خلصت المهله ولكن اللي عرفناه انه 80% فقط سجلوا، الباقيه ما بدهم يسجلوا، ما بعرف ليه، مع انه هيدي للتنظيم بس لمعرفه العدد وتنظم الادوار وينعطى نظام. وين صارت هالعمليه هي؟ بعد في سائقين عم ينزلوا يسجلوا كسائقين باصات واتوبيس وميكروباص عم يسجلوا بدائره النقل المشترك، ما في اي مشكل، العمليه ماشيه على الاخر. ان شاء الله من هلا ل 15 يوم بيكون كل الاوتوبيسات ورا بالساحه تبعنا المشترك مباشره العمل فيها. لهلا بعد الشوفيريه عم نقدم طلبات، اعطينا مهله زياده ساعات لايمان، اعطينا مهله زياده ليتم استقبال كل السائقين الذين يريدون الانتساب الى الساحه اللي تابعة للنقل المشترك. العمليه ماشيه بانتظام وكثير ممتازه. كثير منيح، لانه يعني ممكن نوصل لوقت مدعون نشوف هالفوضى بالباصات وبالسيارات، يلي يعني شيء على الارصفه في شيء امام المصارف شيء امام الشركات، يعني نكون منظمين هيك الكل رح يلتزم ان شاء الله. انا يعني بدي ان شاء الله هيدي الخطوه ست ربيكا بدنا نعممها على بقيه المناطق اللبنانيه كمان. اكيد مش بس الدوره على الكولا، بكل المناطق اللبنانيه يعني بعد فيها ال 20% بنتمنى انهم ينزلوا اليوم قبل بكره، لانه الهدف من التسجيل هو التنظيم والمداوره، يعني حتى ينوضع نظام لهذا الموضوع. شكرا لك نقيب مروان فياض. اتصالاتكم مشاهدينا على 0444444. الو الو، يعطيك العافيه. اهلا مدام. مدام ربيكا، انا حكيتك من شي 20 يوم بالنسبه للمي بالشياحه فرحات. ايه مزبوط، نحن وصلنا الموضوع للمعنيين. بس بتعرفي نحن السنه الماضي راحوا قسم من الحي، قلت لك انا نحن حي كله بيقولوا لنا قصه المبصور. معقول هالحكي يتصدق؟ قصه المبصور حيصدنا سنه بلا مي؟ مش معقوله والله العظيم. مثل ما عامل لك راجعين، رجعنا بثلث الخياط الاستاذ محمد البنا. ايه انا قال لي قصه المبصور. طب ما احكي حكي يتصدق، مزبوط ولا لا؟ يعني نحن اعطيناكم الرقم وقلنا لكم تواصلوا معهم، ونحن كمان حكيناهم، بس انه طيب اذا انا بدي اتواصل معك ومعهم. انا اللي بدي اقوله، بدي اقول لك شغله، فرضا قصة المكسور بده سنه؟ ماني هذا اللي عم بحكي، يعني انه انا عم يحكي حكي. طب مش معقول، بيقول لي قصة المبذور، قلت له يا استاذ احكيني حكي يتصدق، قلنا سنه بلا مي، بتقول لي قصة المبذور. لا لا، في شيء اكثر من قصة المكسور، رح نوصلها، نرجع للاداره العامه نحن. اهلا وسهلا فيكي، كمان اتصال. يعني غريب كيف بيستغشموا العالم، انه طيب قسطر مكسور، بعرف انا الروتين الاداري، وخصوصا كان قسطر على طريق عام او على شارع عام، لانه بده الدرك وحتى ياخذوا قرار وتيتسكر طريق ويحولوها، هي بفهمها، بس ما بدها سنه كمان. اتصال. الو؟ قطع الخط بتصور؟ الو؟ الظاهر انقطع الخط، على كل حال فاصل ومنتابع. منتابع الحل عنا عبر الام تي في، باخذ اتصال جديد. الو الو، السلام عليكم. السلام عليك، تفضل. بعد امرك، انا من مده يومين اتصلت فيكي. نعم. على الرغم اللي قلتي لي على الشؤون مشان بطاقه حالي. ايه الرقم انا اللي اعطيتك اياه غلط، 7040. 7000. بس بدي اقول لك بعد امرك كلمتين. نعم. نحن عندنا ببيتنا 3 بيوت معوقين. نعم. وعندنا جيروننا في 3-4 بيوت، وعندنا نحن من 3 سنين البطاقات نحن
جايتنا البطاقات وما اجينا شيء. ورحنا على المستشفى لنعمل مستشفى، طلبوا منا مصاري ما قد ما البطاقه ولا بتشتغل. اوكي. هيدي بطاقة حلا؟ نعم. طيب الرقم لكان 7040. 7040، أنا متصل بيك قبل وقت قلت لك عشان الكراجة ما كراجة تبعت الكهرباء وما رديت علي خبر كمان. كراجة الكهرباء؟ نعم، قلت لي أنا برد عليها خبر وما اتصلت. رجع ذكرني فيها. من بعد أمرك يعني. رجع ذكرني بشو يعني، عندك حدا معاق بدك؟ أنا معاق، أنا عمري 55 سنة. نعم. ما في حدا يعولني ولا في حدا يقول لي شيء ابدا، انا بدي اطلع وانزل ما في، عندي ابني عنده 13 سنه بيحملني بينزلني بيطلعني. اف ليك رحت على الاركانسيال شيء؟ فرانت تديني كلمة رحت على الاركانسيال شيء، هذا يقول لي ايه وهذا يقول لي لا. اسمع اسمع لاقول لك، بالاركانسيال لازم تروح على الاركانسيال سن الفيل، نزلت شي مره؟ نعم. نزلت شي مره على الاركانسيال سن الفيل؟ انا عم نزلت، نزلوني جماعه من هون قالوا روحوا امشي لهونيك، خذوني لهونيك، فتنا على ثلاث اربع يقولوا لي ايه 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 ورحنا وجينا ما في شيء. غريب. نعم. غريبة هاي الشغلة، لأنه هن إذا رحت وتأكدوا هن بيعملوا لك الكرسي وبيعطوك إياه، خصوصا إذا كان عندك بطاقة. عندك رقم تليفون؟ يجي يعمل علينا كشف، نحن ما بدنا حكي إلا طيب. بعد. لأقول لك شغلة. يعمل علينا كشف ويشوف إيش في عندنا ويعطينا عاد منو موجود عندنا. أوكي. أنت بأي منطقة؟ نحن منطقة خرصيطة الضنية. بالضنية. نعم. طيب هلا نحن بدنا نقول هالكلمتين، يجي يعمل علينا كشف ويشوف ايش في عندنا. طيب أنا عندي ثلاثة معاقين وعن الروبية. طيب لأقول لك شغلة، نحن عم بتقلي دوريس إنه عندها رقم التليفون. نعم. نحن إذا بدنا شيء إضافي معلومات نتصل بحضرتك، أهلا وسهلا فيك. تواصل. هذه الفقرة أكيد تتواصلوا من خلالها معنا على فيسبوك، الحل عنا قدامي. رمزي بيقول لي مدام بتمنى تلاقي لنا حل لمنطقة الزهرية بطرابلس، ما في محل حدا يصف سيارته لأنه كل واحد فاتح على حسابه، ما بيحطوا حديد، يا بيحطوا حديد يا بيحطوا حجار، والمنطقة شوارعها كتير ضيقة. والمضحك المبكي أنه إذا صفيت السيارة بيعملوا مشكل كأنه الطريق مسجلة باسمهم، حتى تحت البيت ممنوع نصف السيارة. يعني أنا بتمنى على محافظ الشمال مثل محافظ بيروت أن يأخذ قرار مع البلدية والشرطة ونزع كل العوائق. كوكو درويش بتقول مدام أنا ساكنة بالمنطقة مش ننعيرك فرح باب، بس لو بتشوف الطريق ونحن ندفع للبلدية وكل شيء للطريق، ولا في نظافة وفي ناس بلا أخلاق بسياراتهم بيرموا يمين شمال النفايات، يا ريت بيكون في حل. اول شيء اول حل هي انه شوارع كنا ساكنين بالمنطقه ولا لا، يعني هيدا دليل حضاره وهيدي بتدل على نظافتنا ومحبتنا لوطننا. نحن بدنا نحافظ مش بس على نظافه بيوتنا، شوارعنا وطرقاتنا مهما كانت. اثنين يعني عيب من البعيب نقول للبلديه يعني صرنا على كل مكبه نحط كاميرا، يعني هيدي شوي قضيه اخلاقيه اكثر. عبدو بيقول هل يعقل، بفتكر هيدي صارت صورة اليوم إذا كانت حاضرة دوريس، رح نشوفها سوا لصورة اليوم. هيدي الصورة أنتو بتفكروها أنه مستوعب زبالة النفايات، بس البارك ميتر بقلب المستوعب إذا شايفينه. يعني هون عبدو بيسألنا هل يعقل أن يكون جهاز البارك ميتر مباشرة في وسط مستوعبات النفايات، ومن من المواطنين سيكلف نفسه عناء الغوص في هذه القاذورات كي يدفع بدل موقف سيارته؟ هل مأساة تقع في فردان على رصيف مشروع بناء مجمع الأباسي الجديد باتجاه تلفزيون لبنان؟ الرجاء التكرم بمعالجة موضوع مع السكلين لنقل المستوعبات بضعة أمتار من مكانها الحالي، ولكم منا جزيل الشكر. أكيد المستوعبات لازم تنقل لأن ما فينا ننقل البارك ميتر لأنه مثبتي. على كل حال هذا الموضوع أكيد رح نبحثه مع مصلحة النظافة ببيروت حتى تحكي شركة سكلين فيها. أكيد منتابع ناخد اتصالاتكم على 04-444-444. ألو؟ ألو؟ تفضلي. بونجور مدام. بونجور مدام ربيكا. نعم. متصلة فيك ثلاث أربع مرات. تفضلي. إيه عندنا قلت لك عندنا شقفة زيتون بحائل ومشروع الطرقات وقفوا لنا يهن، لا فينا ننزل تراكتور يفتحن ولا فينا ننزل عليهن، وكلهم
حجار وزبالة صاروا مروحين لنا ما وصلنا هين ثلاثة. نعم عنا هوي زيتون صاروا مروحين علينا ما وصلنا ثلاثة. مدام نحن بوقتها حكينا مع قائم مقام جبال وحولتنا للمتعهد بالطريق وطلعوا حكيوا معكم بتصور بس كأنه ما صار شيء. ما صار شيء أبدا. ما تواصلوا معكم إطلاقا؟ نتواصل معهم بقولوا ايه تكرم عينكم بعد 10 ايام بعد شيء لنا 5 6 اشهر هيك لهالحين. طيب انتم شو طالبين يعودوا لكم على الزيتونات ولا شو؟ تركنا تعويض الزيتونات بس مسكرين الطريق يفتحوا لنا الطريق ونظفوا لنا الارض تنقدر ننزل فلاح ونقدر نستعمله. اوكي طيب معك حق يعني واحد بده يفوت على ارضه عندك حق. ما في مجال. بعدهم عم يشتغلوا فوق المتعهد بعده عم يشتغل؟ عم يشتغلوا بعدوا عنهم بس كل يومنا بنحكي معن ايه ايه تكرم عينكم بعد 10 ايام بعد هلاك وبعدنا على حالنا. شو اسمه شو اسمه المتعهد؟ اسمه جبرايل يمكن. اوكي ايه طيب اهلين كمان اتصال. الو تفضلي. بونجور. بونجور مدام. مدام ريبيكا. نعم بليز حياتي الفلسطينية وقت اللي اجوا قبضنا عليهم خمس ايام امريكا كان فيها عم تدفع عنهم حرام شبابنا كلها تروح هيك فدا غير ما تصر اسرائيل وامريكا باسرائيل دولة فلسطينية شرق الاوسط رح تضل هيك حرام كان اسرائيل وكان نحن وكان كل شباب هدول هي خطية هي حرام شو بدنا نضل هيك 100 سنة ما عم في من القهر المصاريين كلنا قوت لا لك شغلة يعني مدام أكيد مش حلو نقول قبضنا عليهم يعني بس المهم إنه نحنا ضد الحروب نحنا مع السلام على الأكيد وبتمنى يعني الشباب كل شباب العالم ببلدينا إنه تعطي لأنه الشباب ده مستقبل بلدينا ما يكونوا عم بيروحوا هيك بحروب عبثية أكيد كلنا نحنا بنستنكر كل الحروب نحنا مع السلام مش مع الحروب. كمان اتصال. أهلا تفضلي. بونجور. بونجور. أنا ساكنة بمنطقة مسيطة. أوكي جبال. أوكي. نعم. في البلدية عندنا بلدية بلاط هي المسؤولة عن المنطقة. أوكي. بمسيطة ما في بلدية. أوكي. إذا بتطلعي مشوار على طريق مسيطة ما بتشوفي غير مجرير وفلتانة على الطريق. ليكي قضية المجرير فوق مش بس ببلاط ومسيطة واصلة جبال للمدينة حتى. في مشروع. عفواً. الموضوع مش معلق بس بمسيطة وببلاط بجبال كمان هيدا مشروع كتير مهم إذا بينعمل خط للمجرير ومحطة تكرير يعني صرنا حكيين معه عدة مرات مع رئيس بلدية بلاط ومع رئيس بلدية جبال هلأ ما بعرف إذا في شي جديد على الخط أكيد نحن بنسأل وكتير بيجينا اتصالات من بلاط بموضوع المجرير كتير بالصرف الصحي ما عم فينا نفتح معك حق معك حق ما عم فينا نتنفس هواء نظيف معك حق جوزي مريض بالرويه انتوا وين تحديدا ببلاط مدام؟ قبل الانطوني سكول. اوكي اوكي اهلا وسهلا فيكي. كمان اتصال. الو تفضلي. الو اهلا تفضلي. صباح الخير. صباح النور. بليز انا مواطنة من أنا بطرابلس ساكنة بس عندي أرض بالغسينية قضاء صيدا. أوكي. هلا نحن بالشركة مع شخص تاني. نعم. هلا هي الأرض أرضنا باسم الماما. أوكي. هلا جينا بدنا نبيع إياها ما بدي يشتريها. نعم. ما حولناها للعقارية لنفرزها. أوكي. صرنا سنة ونص. نعم. لهلأ ما مضوا فيها ولا عطوا أي شيء. يعني في تأخير من الدوائر العقارية؟ إيه يعني صرنا سنة ونص سنتين وهي ما عم يمضوا هي ورقة يعني بس لحتى يطلعوا إنه يأمر القاضي إنه لا يفرزها. طيب مدام وين بالدوائر العقارية تبع وين؟ وين عالقة؟ صيدا هي قضاء صيدا. قطع صيدا. اوكي بتمنى عليك تعطيني رقم المعامله تا اذا حكينا مع الدوائر العقاريه نعرف المعامله هي موجوده عندهم منا معكم ايه لا منا معنا مع انا ابن اختي محامي ببيروت نحن مطلينه فيها بس هو ما بيطلع على صيدا كل فتره
بيقول له انه سما وصل الدور لكم تيوصل الدور. اوكي خليني اعرف انا رقم المعامله حتى نشوف ليش التاخير. اوكي خلينا نعرف بس رقم المعامله. نعم انا اذا ما معك اياها انه اللي هي رقم نعم انه هي لانه مع ابن اختي وانا مشكلة معي بس ما بدي انا دلي مطول. مدام احكي ابن اختك وخذي منه رقم المعامله اذا بيحب، هو كمان بعرف محامي، اذا بحب يعطيه رقم المعامله حتى نحن نسال دوائر العقاريه بصيدا ليش التاخير وايمتى بتخلص المعامله. ما في اسالهم بدي بالتحديد رقم المعامله رقم الملف، يعني ما بقدر اعرف جواب اكثر من هيك. اهلا وسهلا فيكي. كمان اتصال موجود. كيفك ست ريبيكا؟ نشكر الله. خلي لك ولادك والعذراء تحميك. الله يخليك. مين معي؟ شربين. كيف عبدو. كيفك يا عبدو؟ انا عم بشكرك على كل مره طلعتيني وجاني شهر دواء. بس أوكي. انا يا ست ريبيكا انت مثل ما بتعرفي قاعده على المكنه و14 دواء باخذه هلا الحمد لله شفيت من الانسولين بس عطيوني علاج على 7 اشهر. نعم. اسمه جيلات 50 على 1000 كثير غالي ومش قادر اعمل دواياتي لاني ما بشتغل وقاعد عم صلي وعم بلتجي لك ولكل انسان بيعرف الله والعذراء ما يتركني. في دواء لي يومين الله شاهد مشيخته. شو اسمه الدواء؟ شو بدي اعمل؟ السابريفا تبع روايه مشيخته وجيلمات 14 دواء باخذ. شو بدي اقول لك؟ وضعي زفت. يا عبدو انت صح. منك ما في عندك مستوصف يامن لك دويتك؟ في اشياء بالمستوصف بلاقي منها بس بنص حقها وبالكاريتاس في اشياء بنص حقها. يعني انت مش قادر بالوزارة عم بيامنوا لي دوايين كتر خيرهم هون موجودين. يعني انت يعني صح. انت عبدو مش عم تقدر تدفع حتى نص الدواء حق نص الدواء. ما انا قاعد على المكنه ما بشتغل بس بروح بقدس على بكره وبصلي قاعد عم صلي هلا بس التجيت لك ما لي حدا وبشكركم اتصلتوا فيي لانه ما معي اتصل انا كمان. طيب ولا يهمك عبدو، يعني ان شاء الله بعرف انه فاعلي الخير كثار وكل ما عم تطلع في ناس كثير عم تتعفف معك، بس انا كان بهمني كمان امن لك استمراريه الدواء من هيك المستوصفات مرات. يعني خلينا نشوف عبدو ان شاء الله خير. بنهايه هالحلقه اكيد بدي اذكر بالبدايه انه اليوم اعطيت نسبه الغرامات يلي بلش تطبيقها بقانون السير الجديد وهي موجعه جدا يعني الى حد ما، من هيك كثير مهم نهتم. واكيد اكد لنا النقيب مروان فياض انه لا تغيير في تعرفه النقل حتى الساعه. بعطيكم موعد بكره، الى اللقاء.